بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وأكيد كلنا نفسنا نخس ونوصل للوزن المثالي. هو إيه؟ هو إيه يعني أصلاً الوزن المثالي؟ هو إحنا مش عارفين، يعني هل مثلاً إن جسمي يبقى شكله كويس مظبوط وبس، ولا اللبس اللي أنا عايزة ألبسه مناسب، ولا في معادلة صعبة كده جوه الجسم ممكن نكون إحنا مش عارفينها؟ طب أعرف منين مثلاً إن أنا زايدة في الوزن؟ ها، او مثلا عندي سمنه، او سمنه مفرطه، او سمنه متوسطه، سمنه وخلاص، ازاي اقدر اتخلص منها؟ لازم اعرفها الاول، اعرف ان انا بقى اعاني من حاجه الاول، وبعد كده اوصل ان انا اتخلص من السمنه، او اوصل بعد كده للوزن المثالي. ولو ما عنديش سمنه اصلا، ازاي امشي على لايف ستايل كده يكون صحي سليم، ما بقاش شايله الهم ان انا هاكل زياده، ولا اصل مش هعك في الاكل النهارده، ولا مش هروح اكل مع صحابي بره، او اخرج خروجه غدا او عشاء. هنعرف اسرار الوزن المثالي ويعني ايه وزن مثالي النهارده مع دكتور محمد تركي، المدرس بكليه الصيدله، وهو طبعا ضيفنا دايما اللي بينورنا. برحب بحضرتك معانا دكتور. اهلا بيك، برحب بيك. اللي هو يعني ايه وزن مثالي. يعني ايه ده؟ محدش عارف ده نوصله ازاي ولا ده ايه. طيب انا هقول طريقتين على طول كده عشان اي مشاهد تبقى سهله بالنسبه له انه يعرف هو فين. ايوه. او هو واصل هو لايه بالظبط. هو ايه بالظبط؟ اول طريقه، ودي الطريقه اللي اغلبيه الناس بتتبعها وسهله جدا، بس هي مش اكيوريت قوي او مش دقيقه قوي، وهي ان انا بشوف طولي. انا طولي مثلا 170 سنتي، خلاص اشيل ال 100 دي، يبقى وزني المفروض يبقى كام؟ 70 سنتي. 70 كيلو بقى. 70 كيلو. 70 كيلو. 170 سنتي ابقى 70 كيلو. ابقى 70 كيلو مور اور ليس. يعني ايه؟ 72 او 68. بديك رانج. بلعب 2 فوق و2 تحت. دي طريقه سهله جدا اي حد يقدر ايه ببساطه، يعني رجاله او ستات، اي حد، اي حد يشوف طوله. انا مثلا طولي 150. امال ليه بيقولوا الستات بعد ما تنقصي يعني 170 وبعدين 70 كيلو وبعد كده نقصي 10؟ لا لا 10 كتير. لا 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 10 كتير. هو احنا دايما بنعمل ايه عشان يعني حاجه تقريبيه كده، يعني مثلا السيده طولها 150 سنتي، خلاص يبقى وزنها مفروض بتلعب من 48 كيلو ل 52 كيلو. حلوة في الحته دي. طيب دي طريقه كده ايه زي ما بنقول كده مش اكيوريت بس سهله، واي حد بيتبعها عشان يعرف هو فين بسرعه. اوكي. في طريقه ثانيه بقى علميه اكتر، اسمها BMI، اسمها بادي ماس اندكس، او كتله الجسم، مؤشر كتله الجسم. يعني كتله جسمك فعلا فيها سمنه ولا ما فيهاش. ودي بتبقى فيها معادله، بتبقى فيها طريقه معينه. ازاي بعملها؟ ببساطه جدا هعمل ايه، هجيب برضو طولي اللي هو 170. أيوة. بس مش هعمله بقى بالسنتي، هي 170 سنتي، تبقى عاملها بالمتر. أوكي. المتر يبقى ايه 1.7. أيوة. خلاص، واقسم عليه وزني مرتين. اوكي. واقسم وزني، انا وزني مثلا 100 كيلو، اقسم وزني ده اللي هو ال 100 كيلو ده على ال 1.7 ده اللي هو 170 سنتي اللي هو 1.7 متر، اقسمه مرتين. أوكي. اقسم مثلا ال 100 كيلو على 1.7 هيطلع لي رقم، اقسمه تاني على 1.7 خلاص هيطلع لي رقم في الاخر. حلو. الرقم دوت بقى معايا انا ايه، جدول كده اشوف الرقم الاخراني ده بعد ما قسمت مرتين. اشوف الرقم الاخراني ده كام. مفروض يطلع لي اي حد هيلثي او اي حد صحيح وسليم ما عندوش سمنه، ما عندوش اي مشاكل. يطلع ما بين 18 و25. اهي يطلع الرقم ده ما بين ده اللي قدامنا، دي البي ام اي اللي احنا بنتكلم عليها. أوكي. اللي هي البادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم. هعرفه ازاي مؤشر كتله الجسم؟ زي ما بقول، بقسم وزني اللي هو ال 100 كيلو مثلا على طولي بس بالمتر. هقسمه على طولي بس بالمتر، يعني 1.7 مثلا اللي هو متر و70. يبقى 1.7، اقسم ال 100 كيلو على 1.7 هيطلع لي رقم، اقسمه تاني على ايه؟ على 1.7 تاني. أوكي. هيطلع لي رقم اخير اشوفه فين؟ في الجدول ده، في الجدول اللي معايا. لقيته من 18 ل 25 انا كده نورمال، طبيعي. انا كده طبيعي، انا كده مش محتاج حاجه. ممكن العب رياضه بقى، اغير في شكل الجسم، اجود احسن، انسق الجسم، اخلي شكله احلى، ماشي. أوكي. انما من 18 ل 25 انا كده ايه، زي الفل. طب بعدين بقى ال 25، عدينا ال 25، قال لك من 25 ل 30 انت في خطر السمنه. انت كده عندك سمنه. طب في ناس بتوصل لفوق ال 30؟ في ناس بتعدي رقم ال 30 في البي ام اي او في مؤشر كتله الجسم. اللي بيعدي بيوصل لبعد ال 30 في الرقم دوت بيبقى عنده حاجه اسمها سمنه مفرطه، وبيبقى لازم معاه امراض ثانيه بتجيب له السمنه المفرطه دي اللي هي فوق ال 30. من غير ما افكر، من غير ما تفكري بقى خلاص هلاقي، بتلاقي امراض ثانيه، يا اما امراض قلب، يا اما امراض اوعيه، يا اما امراض مفاصل، يا اما امراض بصي هقول لك حاجه، كومبو امراض، مش هقول بقى ايه عشان ما احددهاش بمرض او اتنين. طيب في احدث الدراسات، وفي يعني في اخر الدراسات بقى، لقوا ايه؟ لقوا ارتباط او علاقه ما بين
السرطانات واحنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، كان في مداخله أيوة لو تفتكري أيوة كان عندها كانسر بريست كانسر وكده وشالت البريست والكلام ده. طيب لقوا ايه؟ لقوا ان السمنه عامه يعني ان هي تبقى فوق ال 25 في الرقم اللي احنا قلناه ده البي ام اي ده ده ليه معامل او ليه ريليشن بايه؟ بان يجيلي سرطان. له علاقه له علاقه له علاقه وعلاقه زي ما كده ايه؟ دايركتلي بروبوشنال، يعني ايه؟ يعني ده يزيد ده يزيد خطر الاصابه. طيب زي ما احنا شايفين كده، بصي اللي تحتيها خط دي اللي انا قصدي عليها ايوه اللي هو ما بين 18 و 25 اذا كان مؤشر الجسم. لو من 18 ل 25 خلاص. طب عدينا بقى 25 لو دخلنا في السمنه زي ما حللنا هنلاقي بقى خطر الاصابات تحت بقى. بصي انا مقسمهم لك او جايب لك الصوره بتوضح لك. والله ممكن سرطان الكلى، سرطان الكبد، سرطان البريست، الليمفوما، المنينجيوما، الامعاء، كل حاجه. نخلي الصوره دي معانا يعني نصورها كده ونصور طبعا صوره البي ام اي، يبقوا عندنا الصورتين دول ونحسب احنا فين. لقينا نفسنا يا جماعه بنعدي 25 في البي ام اي في الجدول اللي احنا شفناه، خلاص احذر من السرطانات. مش هقول لك بقى احذر حتى من الامراض العاديه. مره قريت برضو يعني تاكيدا لكلام حضرتك، مره قريت ان الدهون في الجسم بتفرز حاجه معينه هي دي اللي بتعمل ديفلوبمنت للكانسر. الدهون والسكر. دايما انا بقول يعني دايما كان في ناس ده كل الحاجات اللي هي اللي بناكلها يوميا. في حاجه في دراسه يعني كانت في اخر كده من ساعتين ثلاثه بتقول ان السكر هو غذاء للخلايا السرطانيه. يعني تخيلي الخلايا السرطانيه عشان تتغذى بتاخد سكر. عشان كده اللي اخترع الكيتو قال لك ان ده الكيتو ده اللي هو النظام الغذائي اللي ما فيهوش سكر خالص. بالظبط. ان ده للمرضى المحتملين يبقى عندهم. بس خلي بالك ان الكيتو هاي ايه؟ في ايه؟ فاتس كتير. فانت كده داخل لابس في كولسترول على طول وقلب بقى. وقلب وترايجليسرايد اللي هي دهون ثلاثيه على الكبد وكوليسترول عالي اعلى من 200 تعدل الجاكيته البنطلون يضرب. بالظبط. احنا بنصلح حاجه نضرب حاجه. وبصي هي الانظمه حتى لو بتجيب نتيجه فهي بتعمل لي ضرر. سيبك بقى من كل الاضرار اللي احنا اتكلمنا عليها، ضرر نفسي. ضرر نفسي في ايه؟ ضرر نفسي في الحرمان، انها بتخليني على طول مش عايش زي بقيه اللي حواليا. يعني احنا قاعدين مع بعض، حضرتك بتقدري تاكلي اللي نفسك فيه، انا لا اصل انا ايه؟ معلش اصل انا ماشي على النظام الفلاني، انا مش هقدر اكل، فمش هقدر اكل الكلام ده. طيب نبقى في عزومه حد بيعزم علينا باي حاجه، لا معلش انا مش بشرب سكر، مش بشرب المشروبات دي. أيوة. مش باكل الفاكهه دي. ده المشكله اللي هي المشكله النفسيه. لازم نحطها في اعتبارنا لان لا. احنا بني ادمين. لا دكتور دي مشكله هتنفجر بالظبط خلال الاسبوع او خلال الشهر، بعديها بشهر هتقول لك انا مش طايق. يا عم انا مش عايز كل حاجه. قلت لا هتعمل اوردر هتجيبها كلها هترجع اوحش مما كنت. طيب زي ما بقول كده دايما الشهيه او الجوع عامه هو اللي بيخلينا نبقى كده، هو اللي بيخلينا نفسنا نرجع ناكل بكميات كبيره. طيب لو انا سيطرت لك على الجوع او لو سيطرت لك على الشهيه هل هتقدري تاكلي الكميات دي؟ هو ده السؤال اللي نسال نفسنا عليه. لا طبعا. هل انا هقدر اكل لو انا شبعان؟ انا دلوقتي شبعان، هل هقدر اكل زي ما كنت باكل قبل كده؟ اكيد لا. صح. اكيد لو حبيت اكل هاكل بس بكميات ايه؟ قليله جدا. هو ده اللي بتعمله الالياف الطبيعيه عامه. الالياف الطبيعيه عامه زي ما كده الناس كتير يقول لك في نظام برضو طالع جديد كده اسمه الداش دايت. الداش دايت ده يقول لك ايه؟ هتاخد اكتر من 50% من اكلك الياف. الياف طبيعيه. طيب ما هو بسهوله جدا، الياف صوتي الطبيعيه فيها 17 جرام من الالياف الطبيعيه، يعني بمعادله بسيطه لو اخدت باكيتين في اليوم ابقى اخدت اكتر من النص. اخدت اكتر من النص خلاص انا كده زي الفل. بس بقى ايه؟ مش هقول لك انت هتاكل ايه وما تاكلش ايه، ومش هقول لك انت خلي بالك هتتحرم من السكر لمده مش عارف كذا، وهتتحرم من السمنه لمده كذا، لا، هتاكل اللي نفسك فيه، ولكن انت لما هتحس انك شبعان لفتره طويله هيحصل ايه؟ هيحصل انك بتاكل نفس الاكل ده بس بكميات قليله. صح. يبقى ايه؟ يبقى انا هتدوق هتاكل حتى لو اكلت يعني مثلا صينيه مكرونه بالبشاميل مثلا، كل ده بنحبها، انا اول واحد بحبها وبموت فيها، ولكن بدل ما اكل حته واثنين وثلاثه انا من نص حته هتبقى اوكي. خلاص انا اوكي، انا رضيت الشهوه بتاعه الجوع بتاعه المكرونه بالبشاميل، وفي نفس الوقت وتقدر تقعد اكلت حته صغيره تقول ايه انا يا جماعه مش عامل دايت، ده انا لسه واكل مكرونه بشاميل. بس انت واكل قد ايه؟ وهي دي بقى الفكره. زي ما بقول كده الكميه هي اللي بتفرق، اللي هي ايه؟ كوانتيتي نوت كواليتي. يعني مش مهم عندي انت هتاكل ايه قد ما مهم عندي هتاكله قد ايه. شوفي يعني انا ممكن اكل اكل صحي ولكن اكل صحي بكميات كتير جدا. صح. فده يقوم عامل لي ايه؟ يزود لي برضو الكالوريز، وبعد ما يزود لي الكالوريز هيخليني ما اخسش. عمري ما هخس لان الكالوريز عاليه،
في عمري ما هخس. فلذلك انا دايما بنصح بالياف، لازم دايما بنصح انك تدخل، هو مش بقت ما بقتش نصيحه خلاص، ده بقت اوبليجاتوري اتس ا ماست زي ما بيقولوا. بالزبط. هي بقت لازمه انك وجباتك الرئيسيه او وجباتك على مدار اليوم يبقى فيها لا يقل عن 30 جرام من الالياف الطبيعيه. الالياف الطبيعيه دي عباره عن ايه، خضار ولا فاكهه؟ بصي، ولو اتكلمنا عن سوتي يعني هو في الاثنين؟ ما هي دي بقى الفكره. دايما الالياف الطبيعيه موجوده في الحاجات الورقيات زي ما زي ما بسميها، اللي هي ايه، خس، جرجير، الكابوتشي، الحاجات دي. أيوه. البرتقان، عارفه الفص بتاع البرتقان لما بتتحمش بتلاقيه ايوه بتلاقيه شعيرات كده، هي دي الفايبر، هي دي الفايبرز، هي دي الفايبرز اللي انا بتهمني. وهي عشان كده في ناس كتير دكاتره وفي ناس كتير متخصصه يقول لك ايه، كل الثمره، كل ثمره فاكهه، حتى تلاقي في النظام يقول لك ثمره فاكهه، ما قالكش العصير بتاعها طبعا. ليه؟ لا هو قاصد، هو قاصد ليه؟ عشان يزود لك نسبه الفايبرز. ولكن انت عشان توصل لنسبه الفايبرز اللي هي 30 جرام، انت عايز تاكل لك مثلا ايه، قفص برتقال، او عايز تاكل لك مثلا ايه، 10 كابوتشي او 10 خس او كده، فطبعا ده مش منطقي. مستحيل. ده غير ان هو اصلا بتعمل لي ايه، بتعمل لي كالوريز برضو، بتزود لي كالوريز، لان اي حاجه فيها كالوريز لو اكلت منها كتير هتزود لي نسبه السعرات الحراريه. طب ايه الفرق ما بين انواع الالياف؟ يعني هل في فرق ما دايما بينهم؟ طبعا طبعا، في الياف بتدوب في الميه ببساطه جدا عشان المشاهد يبقى يعني تبقى سهله عليه. في الياف بتدوب في الميه، يعني اول ما احطها في الميه وادوبها بتدوب. خلاص. وفي الياف ثانيه ما بتدوبش في الميه. هنا زي ما هي. هنا الكومبينيشن بتاع الالياف الذائبه والغير ذائبه، وانا دايما كنت بقول على الفيديو بتاع الكومبينيشن ما بين الياف ده بتدوب والياف ما بتدوبش. صح. دي ليها فوائد ودي ليها فوائد. اهم حاجه طبعا تكون طبيعيه، وهبوريك ازاي نعرف انها طبيعيه. ولكن اهم حاجه ان يبقى في الياف بتدوب في الميه وفي الياف ما بتدوبش في الميه. طب ايه فوائدهم الاثنين؟ لان الالياف اللي بتدوب في الميه ديت مهمه جدا عشان تسهل حركه القولون. عشان تخلي الدايجيشن او الهضم بتاعي كويس. مش بس كده، لانها بتعمل ايه، بتمتص السكريات والحاجات اللي في الجسم. فبتحافظ لي، مش هنقول بتقلل، بتحافظ لي على مستويات السكر والحاجات دي في الجسم. طيب مش بس كده، حطينا بقى معاها ايه، الياف غير ذائبه، الياف ما بتدوبش. طب الالياف ما بتدوبش هتعمل ايه؟ هتعمل بلك، هتعمل زي ما تقول كده باكل كيعة، هتملى، هتملى المعدة. هتنفش في المعدة مع لما تدوب في المية، اللي احنا بقى كومبينيشن بين الاتنين او مزيج من الاتنين، فهتملى المعدة وهتقفل لي ايه، الوعاء ده، الوعاء بتاع المعده ده كله. هيبقى فاضل فيه قد ايه يعني عشان يتملي؟ فاضل فيه مثلا، انا بقول لك الياف سوتي تقدر تقفل لمده 12 ساعه. 12 ساعه خلاص متواصله، و80% من المعده، يعني منها كده هيبقى عندك 20% من المعده هو اللي تقدر تاكل اللي انت نفسك فيه في ال 20% دول. طبعا هنا ديت اللي مش هتحرمك، وهنا ديت اللي هتخليك ما تمشيش على نظام، وفي نفس الوقت ايه، تخس. هي دي بقى الفكره. طبعا. انك بتخس من 4 ل 10 كيلو في مده قصيره جدا، اللي هي شهر واحد. انا كده كاني صغرت حجم معدتي من غير ولا عمليات ولا اي حاجه. هو فيها 20% فاضلين، هم اللي فاضلين اللي باكل فيهم، هاكل فيهم اللي انا عايزاه. بالظبط. واذا قدرت، ده اذا قدرت. ده في ناس كمان بتلاقي بقى ايه، ما انا هقول لك حاجه، في ناس بقى بعد اول اسبوع تلاقي خست 2 3 كيلو في الاسبوع الواحد. طب مشت 10 ايام 15 يوم، لقيت نفسها خست 6 7 8 كيلو. بتعمل ايه بقى؟ هي اللي من نفسها بتقول لك انا مش عايز اكل. انا عايز اقلل كمان، انا عايز اقلل كمان عشان اوصل. صحيح. لارقام عاليه. وبالفعل في ناس بتوصل في الشهر ل 20 كيلو 15 كيلو، ارقام طبعا كبيره جدا. طب ما نقرب لهم الصوره يعني على ارض الواقع، علشان في ناس كتير بتسال سؤالين، اعمله ازاي، احضره ازاي، وهي طبيعيه ولا لا، هيبقى عامل ازاي جوه بطني. بالظبط. بصي، انا دايما بجيب معايا الكوبايه اللي فيها نص كوبايه ميه. ليه؟ للتحضير. أيوه. التحضير يا جماعه برضو، عشان في ناس كتير بتقول لي انا في جامعه او انا في شغل او انا مش فاضيه. ببساطه جدا، انا هفرغ نص كوبايه ميه كده زي ما احنا شايفين، او اكتر شويه مش هتفرق يعني، وببدا اعمل ايه، افرغ محتويات الباكت بتاعي جوه الايه، الكوبايه دي زي ما احنا شايفين كده ببساطه. طبعا هو الباكت فيه 17 جرام، فطبعا ايه، دي اكبر، هيملى. انا عايز اقول لك انها اكبر كميه من الالياف الطبيعيه اللي ممكن تشوفيها في باكت. واو. مفيش باكت 17 جرام من الالياف الطبيعيه. بصي بقى اللي هيحصل، الميه اهي. أيوة. يعني الناس شايفه الميه اهي تحت. أيوة. خلاص كانت. أيوة. ميه كلها. هبدا اقلب بقى، وهي دي الفكره ما بين الالياف الطبيعيه والالياف الصناعيه. صح. الالياف الصناعيه عمري تتشرب. وعمري ما هلاقي المزيج ما بين الياف ذائبه والياف غير ذائبه. صح. مش هلاقي الاثنين مع بعض. اول مره التجربه دي يا دكتور، فاكر قلت لك ايه؟ قلت لك انا جبت مره الياف وطلعت فوار. بالزبط. او مش فوار، يعني طلعت سائله ليكويد. بقت ايه، تعمليها كده تتقلب. بالظبط. لا، هنا كده يبقى ايه، هي كده تبقى الياف صناعيه، وكلها الياف بتدوب في الميه. اوكي. كلها الياف ايه، بتدوب في الميه. اما هنا هو اللي انا اللي هيديني الفايده ايه، ان الالياف تبقى بتدوب في الميه والياف ما بتدوبش في الميه. لان مهم جدا، محتاجين الاثنين، بالذات اللي ما بتدوبش في الميه. عارفه ليه؟ عشان زي ما بقول كده تعمل البلك. تعمل الايه، الشكل اللي هو الايه، الهلامي ده،
تعمل الشكل التقيل ده. واو. الشكل التقيل ده بيبقى جوه معدتي. صح. بصي عامل ازاي؟ إيه؟ ده ما يعني ده لو... على بال ما اشرب عليها كوبايه كمان ميه. احنا بقى بنعمل ايه بعد ما بنعطره كده؟ بناكله عادي خالص، وطبعا نقدر نغير الفليفر بتاعه زي ما انا عايز. خلاص المعده هي بتفضل تقلبه لي، مش انا اللي بقلبه، انا خلاص وانس ان انا حضرته. شوفي انا حضرته في قد ايه؟ 30 ثانية تقريبا او اقل، 20 ثانية انا حضرته. اقدر اعمله كوجبة؟ تقدري تعملي وجبة طبعا، يعني تقدري تضيفي عليه حاجات. انا عايز اقول لك تضيفي فاكهة. عليه بصي ده لو انا حطيت هنا فاكهة او لو حطيت موز او لو حطيت برتقال او حطيت اي حاجة اتسوكي طبعا اتسوكي حلو جدا. اقدر طب مش بس كده، اقدر احط ايه؟ اقدر احط مكسرات. الحاجات اللي هي الناس أيوة. بتحبها مكسرات. طيب ممكن ها زيادة كده من عندي احط نص معلقة عسل، عسل ابيض، مع ان العسل فيه سكر، بس مش هيفرق لو اخدت نص معلقه في اليوم. صح. مش هيفرق، خصوصا ان العسل الابيض ليه فوائد كتير. طبعا فاقدر احط عليه نص معلقه عسل. طب انا عايز اقول لك حاجه كمان، انا ممكن احطه على الزبادي. انا ممكن اخده إيه كده، اخده بالمعلقه كده واحطه على زبادي. بالظبط. بصي اقول لك على حاجه، رائعة. في ناس ده انا اقول لك على حاجه، في ناس بتحب الايس كريم وبتبقى بتستهوى الايس كريم، ممكن اخد معلقه كده خلاص واحطها مثلا على الايس كريم بتاعي عادي جدا، واقوم جاي ايه ميكس كده واقعد اكل. المهم اكل. طيب بعد ما باكلها بعمل ايه؟ بصي انا بس عايزه اوريكي، يعني بصي دي مسكت في الكوبايه، بصي ما سابتش، هتفضل كده خلاص، هي ولا سنتي ولا ملي من الميه إلا ما سابتوش وامتصته. ولما امتصته عملت لي البالكينج ده. انا عايزه بعد كده ابقى اسيب لك الكوبايه، عايزك تشيليها. هتحسي بالفرق، هتحسي بالفرق. الكوبايه اللي كان فيها ميه كان ليها وزن، وبعد كده ممكن نبقى نعملها حتى ونوري للمشاهدين، وبقت وزنها قد ايه. صح. وهو ده التقل اللي بيحصل جوه المعده، وهو ده الوزن اللي بيحصل جوه ايه؟ جوه معدتي. طيب لما يحصل ده هل هبقى قادر اكل؟ لا اكيد لا، اكيد لا. هقدر اكل الايه؟ النسبه اللي اختاره بقى، اللي اختاره بنسبه قليله جدا جدا جدا، ولذلك هقدر اخس بقى، هقدر اخس. الجسم هيبدا يعمل ايه بقى؟ هيشغل التروس بتاعته، لان هو محتاج كده كده ايه طاقه. صح. فهيبدا يشغل التروس بتاعته ويعمل ايه؟ يحرق، ياكل بقى في نفسه كده لغايه ما ينزلني في الوزن بطريقه صحيه وامنه. واهم من الصحيه والامنه هي طبعا زيهم يعني في الاهميه، ولكن انها من غير حرمان. أيوه. من غير حرمان يعني، من غير ما هقول لك تاكل وما تاكل، ولا هطبخ حاجه لنفسي لوحدي. أيوة. ولا بقيت العيله. اصل انا ماشي على نظام، وفي ناس بتعلق النظام عارفه على الثلاجه. أيوه. عشان تفضل تفتكر خلاص حفظناه. يعني دي بتبقى صعبه طبعا. طب دكتور، علاقه الفايبرز او الالياف الطبيعيه دي بالدهون، التجربه طبعا. طيب احنا اتكلمنا الاول على الدهون، وقلنا ان الدهون إيه طبعا مخاطرها، مخاطرها هي ملهاش يعني مش هقول لك حاجه، بس هي ملهاش فايده تقريبا الا حاجه واحده بس، ان الجسم لو ما لقاش اي طاقه في جسمه يبدا يحرق الدهون دي فتدي له طاقه. بس كده، اي فايده تانية لا، ما فيهاش اي فايده. فهي بتضرني بس، الدهون. صح. هي كائن بيخش جوه جسمي يضرني فقط. اي نعم هو بيبقى طعمه حلو. ليه بيبقى طعمه حلو؟ لان انا ايه زيت وسمنه والكلام ده، فبيخلي طعم الاكل حلو. ممكن تقولوا بيدفي في الشتاء. بس يعني بس انا هقول لك حاجه، بيدفي مرض؟ لا ده انا هقول لك، هو ما بيدفيش في الشتاء، هو الجسم اول حاجه بيلجا ليها هي عشان يطلع طاقه هي ايه؟ السكر، الكربوهيدرات. فعلا الكربوهيدرات او الحاجات دي. انا عايز اقول لك ان السكر للاسف ما بيفضلش سكر في جسمنا. السكر بيدخل بيتحول لدهون. السكر بيدخل الجسم بياخد كفايته، وبتبقى مثلا 1 جرام ولا 2 جرام، والباقي كله يحوله لي زي الزيت والسمنه لدهون. طيب الزيت والسمنه ديت هتعمل لي الشكل ده. بصي بصي انا هصب لك الايه؟ الكوبايه، هتعمل لي الشكل اللي احنا شايفينه ده. الشكل ده هو رأي. اللي بيحصل جوه جسمي. رايق دهون. بصي بقى ده، فوق الميه. ده خلي بالك دي ايه؟ ده انا حطيت ايه؟ نص كوبايه زيت. تخيل انت كل يوم بتطبخي بزيت. لا، كل يوم بتحطي النص كوبايه دي. بالظبط. تقلي بيض الصبح في الدار، وبالليل تقلي بطاطس، مش عارف تقلي بالليل الحاجات المقليه، الحاجات دي كلها. تخيلي كام طبقه من دي هتتكون جوه جسمنا. كتير. طيب احنا عايزين نشوف بالتجربه برضو صوتي او الياف صوتي الطبيعيه هتعمل ايه مع الطبقه دي، او هتاثر ازاي على ايه؟ على الدهون دي. أيه. طيب ازاي يعني احنا بنقول دايما الدوز او الجرعه بتاعتها اليوميه، احنا بنتكلم في 2 باكيت من الياف صوتي عشان نوصل ل 30 جرام من الايه؟ من الالياف. وبالليل بقى الظهر قبل الوجبات الرئيسيه. طيب انا هفرغ محتويات اول باكيت زي ما بقول كده، 17 جرام الاولانيين اهم، دول باخدهم ايه؟ قبل الغداء خلاص. طيب بكمل يومي عادي جدا، وببدا اخد ايه؟ الوجبه الثانيه اللي هي العشاء، لان اغلبيتنا بياكل وجبتين في اليوم. صح. خلاص. طيب هعمل ايه؟ هفرغ محتويات الباكيت الثاني عادي خالص عليه، تمام، وهسيبه كده. مش هتدخل بقى انا معاه، مش هعمل اي حاجه، مش هتقلبه بقى، مش هنقلبه ولا هنعمل اي حاجه، هنسيبه كده. أوكي. هنلاقيه نشوف ده ليه، ده انا ليه بعمل كده وليه بحط الباودر عليه من غير ما اقلبه؟ عشان اشوف قدرته على
تفتيت زي ما بيقول كده او ايه تكسير الجدار بتاع الدهون ده. صح. طيب وانس ان هو بدا يكسر لي الجدار بتاع الدهون ده سهل الماموريه قوي للجسم. صح. خلى الجسم بالنسبه له تبقى ان هو يتخلص من الدهون دي ده شيء سهل جدا. ليه؟ لان زي ما بيقول كده بدل ما الحيطه مقفوله كده كلها اسمنت لا انهي اسهل لك تكسري حيطه جديده ولا تكسري حيطه ثلاث ارباعها متكسر؟ لا متكسر طبعا. المتكسر هيسهل لي الماموريه بالزبط. وهو ده اللي بيحصل جوه الجسم في حتت فكه بمجرد ما اضرب فيها الشاكوش هتلاقيها كلها ايه تقع وهو ده اللي بيحصل بالظبط جوه جسمي انا لما ببقى مفتت له زي ما انت شايفه كده الدهون او مكسر له الموليكيولز او الجزيئيات بتاعه الدهون بيسهل قوي على الجسم انه يحرقها ويطلع منها طاقه ويتخلص منها. وهنا بقى نيجي لمشكله الايه الدهون المتراكمه زي ما بنقول كده السنترال اوبيزيتي اللي متراكمه في البطن اللي بيسموها كرش او الجناب او الفخذ او الحتت دي. الحتت دي بتبقى رخمه قوي لاني مش عارف اعمل ايه عشان اتخلص من الدهون اللي فيها. صح. هنا مستخدمي الالياف صوتي هقدر انزل نسبه دهون عاليه اكتر بكتير جدا من اي حاجه ثانيه انا هتبعها عشان اتخلص منها من الدهون. يبقى اذا لو استخدمت الياف صوتي اقدر انزل 10 كيلو في الشهر بس ال 10 كيلو ايه دهون. فدول يفرقوا لي جدا في شكل الجسم ويفرقوا لي جدا في انا عايز اقول لك يعني انا 100 كيلو بقيت 90 كيلو بس ال 10 كيلو دول دهون نزلتهم احسن عندي. صح. احسن عندي ما بقى 85 كيلو خلاص بس اللي نازله ده عضل. صح. او لحم. صح. لان العضل حجمه قليل فكده هيخلي شكل الجسم مش حلو. ليه؟ اهم حاجه عشان الناس تبقى عارفه اتخلص من الدهون او اتخلص من العنصر اللي فيه فاتس طبعا. او الدهون دي عايزين نشوف الناس اللي عملت كده اللي أخدت صوتي وغيرت من حياتها وغيرت من اللوك بتاعها وغيرت من المقاس وغيرت من الشخصية خالص. بصي غيرت من المقاس دي مهمة جدا. أيوة. كان في واحدة بتقول لي اللي هو أنا أحسن خسارة عندي هي خسارة إيه الوزن أو خسارة المقاس طبعًا. بدل ما بجيب إكس لارج بقيت بجيب لارج وميديوم. أيوة طبعًا. وبدل ما بجيب لارج بقيت بجيب سمول. هي دي بجد حاجة بتخلي ساتيسفاكشن وبتخلي عندك رضا عن جسمك وعن شكلك غير طبيعي. صح. وده بقى بيخليك ينعكس عليك في حياتك اليوميه. يخليك عايز تروح الشغل. يخليك عايز تذاكر لو انت طالب. يخليك عايز تنزل تلعب مع اصحابك مش خايف ومش فارقه معاك وشكلك بقى حلو ثقه وبقى عندك ثقه في نفسك وفي جسمك وفي كل حاجه. يعني دي نقصت المدام دي نقصت لها مثلا ما لا يقل عن 20 كيلو. انا في سيدات كانت بتقول لي انا ما بقدرش البس الجينز مثلا. ما ينفعش ليش جينز. حلم من احلامها بقى حلم انها تخيلي تلبس الجينز. تخيلي وصلنا انها تبقى حلم من احلامها انها تلبس بنطلون جينز. ودي حاجه صعبه. دي حاجه صعبه جدا نفسيا بقى يعني مش هنقول على الامراض ده كمان وصغر السن يعني بالزبط. وغير كده كمان الامراض اللي بتيجي بقى مع السن يعني ايه يعني انت لو عندك سمنه خلاص ووصلت لسن ال 50 هتلاقي بعد ال 50 اصلا معدلات جسمك بتقل طبعا. فممكن يجي لك سكر وكده بس السكر اللي هيجي لك وانت عندك سمنه غير السكر اللي هيجي لك وانت ما عندكش سمنه. تخيل بقى السكر اللي هيجي لك وانت عندك سمنه هيبقى اضراره مضاعفه طبعا. هيبقى اضراره مضاعفه هيبوظ كل لان الجسم اصلا مش قادر يشيل الحمل اللي عنده فانت كده حطيت له سكر كمان خلاص هيتهد. اما لو انت جسمك للناس يعني انا بتكلم للناس الكبيره في السن ال 60 وكده وعندها سكر وكده بس صحتها كويسه وما عندهاش سمنه جسمها يقدر يسيطر على السكر ده ويقدر يسيطر على الضغط ده. معانا على التليفون رغد. انا قلت الاسم صح؟ رغد صح؟ يا رغد مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ تمام الحمد لله. احنا معانا في الاستوديو يا رغد دكتور محمد تركي وعايزاكي كده تتكلمي معانا وتقولي لنا تجربتك ايه مع الياف صوتي. والله انا التجربه معايا كانت كويسه جدا واستفدت بيها قوي يعني انا ما كنتش متخيله ان النتيجه هتبقى كده. كنت كام وبقيتي كام؟ كنت 88 بقيت 77. 10 كيلو حلوه قوي. في قد ايه وقت؟ كام في قد ايه بقى وقت؟ 20 يوم. حلو جدا. واو. رائع. حلو جدا. يعني 10 كيلو في 20 يوم. يعني لو صبرت كمان 10 ايام فيها. طب الشهيه كانت عامله ايه؟ الشهيه يعني كانت مفتوحه جدا. تمام. واول ما بدات اخد الالياف الحمد لله الدنيا ظبطت. حلو يعني قبل الالياف كانت الشهيه مفتوحه، بعد الالياف بقى؟ لا الدنيا ظبطت جدا ما بقيتش جعانه دي اهم حاجه. كنتي بتاخدي باكت ولا اتنين في اليوم؟ كنت باخد قبل الوجبه نص باكت. نص باكت كمان بس. حلو رائع. يعني ال 10 كيلو دول بنص باكت بس في اليوم؟ الحمد لله. لا يعني نص باكت قبل كل وجبه يعني باكت في اليوم. طيب ما حسيتيش بقى باي حاجه ضايقتك شعر او بشره؟ دي مهمه برضه. لا خالص
خالص، ما فيش اي حاجه، الشعر البشره الحاجات دي بتاكل كل حاجه، هينقص ايه عندها؟ كويس كويس. انا الموضوع ما اثرش معايا لف اكل ولا اي حاجه، يعني باكل رز وباكل مكرونه وباكل كل اللي انا نفسي فيه، بس الالياف محدده معايا انا باكل قد ايه. ده شيء رائع يا رغد. عايزه توصلي لكام بقى؟ انت طولك كام؟ انا طولي 160. حلو، ننزل لنا كمان 10 كيلو في ال 20 يوم الجايين دول، خلاص؟ يعني نعتبرها بقى ناخدها تحدي، ال 20 ال 20 يوم الجايين ننزل 10 كيلو كمان. نفسك انك تنزلي طبعا. ايوه طبعا، ايوه طبعا. بشكرك يا رغد، شكرا جزيلا. بعد ال 10 كيلو الثانيه كلمينا برضو، هنستناكي تقولي لنا اخبار ال 10 كيلو الثانيين ايه. معانا محمد. ايوه يا فندم. يا محمد مساء الخير. مساء الفل يا فندم. معانا دكتور محمد تركي في الاستوديو، كلمنا عن تجربتك مع الياف سوتي. اهلا وسهلا بالدكتور الاول. ازيك يا ابو حميد؟ اهلا وسهلا يا فندم. وانا تجربتي مع الالياف اصلا، انا شفت واحد صاحبي كان جابها عن طريق الاعلان بتاع حضرتكم وجابها اونلاين. اوكي. وانا شفت نتيجه عليه مذهله، يعني هو كان 112 كيلو. بعد 3 اشهر تقريبا 77 كيلو. واو. ومن ساعتها هو لا، الرجاله بتخس اسرع من الستات، ماليش دعوه. هيحسدونا هيحسدونا كده. ومن ساعتها وهو ثابت. يعني تجربتي انا بقى لما جبت الالياف، انا اول 10 ايام نزلت 7 كيلو. واو. بنص باكت بس، قبل العشاء، قبل العشاء بنص ساعه، حسب التعليمات اللي مكتوبه على المنتج من بره. نص باكت؟ نص باكت قبل العشاء، كل يوم نص باكت قبل العشاء. طب سؤال، ليه ما جربتش تاخد باكت؟ ما بتبقاش جعان قوي؟ يعني برضو ايه، عشان انا عشان شغلي وكده، فممكن ابقى محتاج اكل حاجه تسندني يعني. انما لما انا في الاول، يبقى معنى كده انك انت ما اتحرمتش اهو من حاجه، يعني اكلت اللي لازم. انا باكل كل الاكل بس بكميات قليله، يعني الرز بقلل الكميه، المكرونه بقلل الكميه، العيش بقلل الكميه. ما شاء الله. طب الاعراض الجانبيه، في اي حاجه ضايقتك عامه؟ لا، انا تقريبا بشتغل 16 ساعه والمجهود زي ما هو، ما فيش اي حاجه يعني. الله ينور. ما شاء الله يا محمد، ما شاء الله، مبروك على الخساره الحلوه دي في الوزن، وكل ما تنزل كلمنا تاني. بشكرك. معانا تليفون كمان. ام عرفه. انا ام عرفه. ايوه. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. احكي لنا تجربتك مع سوتي. انا ست كبيره عندي 70 سنه. ربنا يديكي الصحه وطولة العمر. الله يخليك. فانا خدته بقالي شهرين. حلو. قالت لي ايه، خدي الكيس قبل الغداء وقبل العشاء. فانا هنا باخد نص كيس قبل الغداء بس. حلو. عشان يعني نفسي. نزلنا قد ايه يعني بقى؟ نعم. خسينا قد ايه في الشهرين دول؟ انا كنت 113، دلوقتي بقيت 86. الله. واو، ما شاء الله. وبيقولوا الستات ما بتخسش بسرعه. لا والله. يعني انت حضرتك مفيش حاجه هتقف قدام كله هيخس. ما شاء الله رجال. ما شاء الله. الله اكبر عليك. طب بس والشهيه برضو، الشهيه كانت عامله ايه؟ لا الشهيه لا، يعني الحمد لله وباكل كل حاجه. وحضرتك من الواضح انك ما بتتحركيش كتير. عشان رجلي قالوا لي تركبي مفصل. اكيد. فانا تعبانه وقاعده ما مش قادره امشي. طب فرق في يعني فرق في رجليكي ال 20 كيلو، 20 صح؟ اكتر. اكتر من 20 كيلو. 27. الله اكبر. فرقت في الركبه؟ لا تعباني شويه، هي تعباني الركب لسه تعباني. لازم نخفف، لازم نخفف الوزن على الركبه على قد ما تقدر. لازم على الظهر والركبه. ماشي والله. انا ماشي. يلا، ده شيء وانجاز رائع، وان شاء الله خلاص يعني اصبري لان الوجع قرب يروح والوزن هيبقى مظبوط تماما. بشكرك يا ام عرفه، شكرا جزيلا. بصي انا كنت عايز بس اعلق على حاجه سريعه جدا. شور. جدا، وهي ان مش شرط يا جماعه ناخد الاثنين باكيت في اليوم. في ناس كتيره اهي من نص باكيت بس او باكيت واحد نص ونص. الانسان طبيب نفسه على حسب على حسب عارف هيجوع قد ايه. بالظبط. انا قصدي على حسب شهيتك، يعني انت لو شهيتك اصلا مش بتاكل كتير او من نص باكيت بس قفلت لك الشهيه، خلاص زي الفل، وهتقدر تنزل زي ما احنا شايفين كده ارقام كبيره جدا، 20 و25 كيلو. وده ممكن من نص باكيت بس، يعني من اول نص باكيت وانت طالع، طالما بتقفل لك الشهيه خلاص. طبعا طبعا. وبرده تجارب، احنا قدامنا الريفيوهات اهي، وكل الناس بتكتب التجارب بتاعتها وبتكتب يعني تعليقها ايه على. بصي دايما سوتي. دايما زي ما بيقولوا كده، التعليقات او الريفيوز دي مهمه قوي، بتبقى مفيده جدا عشان نبقى عارفين. يعني في ناس كتير زي اخر مدام كانت معانا، هي سنها اصلا كبير. فطبيعي جدا انها مش هتبقى بتقدر تمشي. صح. هي طبيعي جدا انها هتبقى ايه، قاعده في البيت اكتر، مش هيطلب منها رياضه فمش هيطلب منها رياضه والكلام ده.
الناس دي يا جماعه لازم نحطها في حساباتنا، اللي هم والصغيرين برضو، لان الاطفال يا جماعه برضو ما بيعرفوش يتحكموا في شهيتهم. فعشان كده الصغيرين والكبار انا دايما بقول من سن 7 سنين لغايه سن 100 سنه بس تبدا بالياف طبيعيه. ليه؟ عشان يحسسك بالشبع وعشان يخليك على مدار الشهرين تنزل لك ال 20 30 كيلو دول، وتريح نفسك من الوزن الزايد خالص. احنا قدامنا دلوقتي صفحه الفيسبوك الخاصه باورجانيكا، وعايزه اقول لكم ان دكتور محمد مش هينسى النهارده يقول لنا عن التخفيض، لان كل مره لازم نعرف لا ست طبعاً. الستات تقولوا قولوا يا جماعه مستمر معانا خصم ست الستات، بس ده زي ما بنقول كده ايه، لازم نقول الايه الكلمه ست كلمه ستات. السر ست الستات 50% على طول ان شاء الله 50%، يعني هتاخدوا دبل اللي انتوا عاملين له اوردر. وطبعا احنا شفنا مع حضرتك دلوقتي شهاده الايزو، طبعا الايزو اللي هي جوده التصنيع زي ما بيقولوا كده، طبقا للمعايير القياسيه بتاعه المنتج او طبقا للمعايير القياسيه العالميه في تصنيع الالياف الطبيعيه. وطبعا دي حاجه مهمه جدا، خصوصا انها مصرحه من وزاره الصحه. بالظبط كده. دكتور محمد تركي بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمه اللي دايما بيديها لنا، وبشكر حضراتكم انكم تابعتونا النهارده. اشوفكم باذن الله الحلقه الجايه من ست الستات، يا رب على كل خير. باي.